J'aime la galette, j'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. لا قالت هو غنحتاج لا بات فويتي اللي كنا استعملناها في الفيديو السابق. كناخذوا يعني القياس ديالنا، غنستعملوا جوج دوائر كبار بهذا الحجم هذا. يعني اذا كان عندكم بحال هذا الدور او لا، يعني غير باش تراسيو هذا الشكل هذا، يعني خاص يكون على شكل كورون او على شكل تاج. هنا كنعبر كنشوف، يعني انا هنا ورقت الورقه الاولى كما كنشوفوا بهذه الطريقه، ووجدت لاطه ديال الفرن وضعت فيها بابي كويسون او ورق المطبخ. لا غاليت دي روا كتبغي تبات في الثلاجه، يعني غادي نسوقها دابا مثلا في الليل وغادي نخليها حتى الصباح ونحضرها. هنا كما كتشوفوا انا ورقت في الاول وغادي نقطع بهذا الشكل هذا. هاد الزوائد راه لاباط فيتين ما كطيش، غير هي نوريكم الطريقه. مثلا بحال هذه لاباط فيتين مثلا بهذا القياس هذا اللي حاط لينا، حنا ما كنشدوش نجمعوها كره، فكنوضعوها وحده بهذا الشكل فوق وحده، يعني باش نحتفظوا بها في الثلاجه. مره اخرى نبغيو نستعملوها، يعني كنوضعوها بهذا الشكل هذا، يعني وحده فوق وحده بهذا الشكل، يعني كتجي دي زيتاج او طوابق، ما كتجيش مكوره، يعني ما كنجمعوهاش. كنوضعوها في واحد السلوفان وكنوضعوها في الثلاجه حتى كنستعملوها مره اخرى، باش غادي ناخذ قطعه اخرى وغادي ناخذ يعني كورون واحد اخر، دائره واحده اخرى من عجينه اخرى. هذه غنحتفظ بها في الثلاجه نعمل بها حاجات اخرى. دابا غنحضر الغطاء الثاني، يعني الاخرى وضعتها في الورق المطبخ حتى نوريها لكم. دابا غادي نورق، غادي نفلوري لا طابل اولا كنرش الدقيق، وكنجيب قطعه اخرى من لاباط فيتي بهذا الشكل هذا اللي كنت قطعت صوتو في الفيديو السابق، غنضعها بهذا الشكل وغادي نبسطها بالمدلك. بعد ما نبسطها غادي نخرجها في الدور كما وريتكم في الاخرى الاولى. يعني خاص في لاكالي دو خاص يكون عندنا جوج دوائر، يعني من التحت والفوق، وسط منهم كتكون لا كريم فرونجيبان اللي غادي نصوبوها ان شاء الله. كنبسطها رقيق باش تجيني فيتي مزيان، تجيني مورقه. كنعبر الدور ديالي صافي، يعني ها هو قدها. كنطبع كما الاخرى، كان الزوائد اللي كيبقاو ما كنضيعهمش، كنوضع طبقه بهذا الشكل. يعني غادي نقرب لكم الصوره مزيان، كنوضع مثلا هاد الطبقه هادي، هاد الزيت الزوائد كنوضع طبقه فوق منها بهذا الشكل، كنوضع بحق فوق منها هادي، وفي التالي هادي. يعني جميعها، يعني حتى في الحلويات وكل شيء اللي صابلي لي بات ديال الكعبه واللي صابلي كل شيء كيحتاجوا بهذه الطريقه. دابا غادي نخليها وهاد غنحتفظ بها حتى غادي نوريكم كيفاش غندير لا غارنيتور ديال لا غاليت. بالنسبه لكريم فرونجيبان اللي غادي نديرو بيه لا كارنيتور او الحشوه ديال لا غاليت دو روا، غتكون عباره عن 200 غرام ديال كريم داموند و 50 غرام ديال لا كريم باتيسير. كريم داموند راه عندكم في الفيديو السابق كيفيه التحضير. بالنسبه لكريم باتيسير هنا استعملت يعني جوج معالق بودر ديال لا كريم باتيسير مع جوج كيسان ديال الحليب، باش نحصلوا على تقريبا 100 غرام غناخذ منها 50 غرام. بالنسبه للكريم باتيسير ان شاء الله حتى هو غنحضروه بطريقه يعني بالبيض، ويعني الطريقه التقليديه في فيديو مقبل. انا هنا عندي 50 غرام ديال الكريم باتيسير وعندي 200 غرام ديال كريم داموند، غنعبرها دابا في الميزان. بسم الله، 200 غرام ديال كريم داموند. هنا غنقص واحد شويه. هاد لا كريم غنحتاجوها من بعد غنحضروا بها دي سوشون، يعني اي حاجه بغيتوها خاصه بالحلويات. غنضيف الان
بعد ما عبرت 200 غرام ديال الكريم داموند غادي ناخذ كريم باتيسير. غادي نخلط يعني غنخلط مزيان بهذا الشكل باش نحصل على لا كريم فرانجيبان اللي غادي نخرجها بالبوش. يعني كما كتشوفوا كتجي رائعه. يعني البنه ديال لا كريم باتيسير مع كريم داموند هي لا غارنيتور اللي كيعملوها في هنا. غادي ناخذ البوش ديالي غنوضع كمية باش غنخرجها. بسم الله. يعني كلشي هادشي كتحضروه من قبل، يعني لاباط فيتي كتكون عندكم واجده، كريم داموند واجده، كلشي يعني تيكون عندك واجد نهار كديري نهار كديروا المونطاج ديال لاكاليت كتسهل عندكم. هنا عندي اصفر بيضه مع القهوه يعني سريعه التحضير هي باش غندهن لاكاليت. غنجيب لاكاليت ديالنا، تبعوا معايا كيفاش غندير لها المونطاج. بسم الله على بركه الله. غادي ندهن جوانب بهذا اصفر البيض. لاكاليت دغوا ليستواغ ديالها هو في العهد الروماني كان كيخصصون واحد النهار اللي كيكون يعني هذوك الناس الطبقه الراقيه اولا لي نوبل ديال لي رومان كيخصصوا واحد النهار كيكون بين اواخر ديسمبر واوائل يعني يناير غالبا تيكون يعني في يعني 31 31. وكيخصصوه كيختاروا واحد الشخص من الخدم ديالهم كيعززوه كيكرموه وكيعطيوه ديك لا كورون تاج وكيخليه هو السيد ديال داك النهار. يعني هادو الرومان فمن هنا تسمات لاكاليت دي غوا. كانوا كيحضروا هادي يعني هادوك الخدم وكيعطيوها يعني كهديه داك الشخص المختار اللي كيكون عندهم اللي اختاروه باش يكون. انا غادي نجيب لا كريم ديال لاكاليت. كيختاروا لهذاك النهار يعني هادو الرومان كانوا كيديروها قديم. كيختاروا هذاك النهار باش كيكرموا هذاك الشخص كنوع من التكريم ديالو يعني نوع من الخدم يعني كيكون شخص من الخدم وكيعطيو هذاك التاج وكيحتفلوا به بانه هو الملك اولا يعني كيكون يعني ماشي الشخص الملك ولكن تيكون هو يعني لو غوا ديال هذاك لوجور. غنستمر في هذه العمليه كما كتشوفوا كنوضعها من الوسط قبل ما غادي نحط الغطاء. هنا غادي نجيب الغطاء بعد ما وضعت لا كريم بمضات يعني جوانب بالابيض باصفر البيض والقهوه. غنوضع دابا الغطاء. الغطاء غادي نوضعه بهذا الشكل. غنحاول يعني نلاقيه مع خوه. كنجي لهاد البلاصه بهاد الاصابع وكنضغط باش نعزل هذاك لا كريم بهذا الشكل باش تبقى ليا الوسط. دابا عرفتوا القصه ديال لاكاليت دغوا يعني حضرناها بهذا الشكل.
تحضروها مثلا وليداتكم، تحضروها يعني الناس اللي خدامين معاكم كرمز بان داك السيد هذاك النهار ولا داك السيده راها مختاره بان تكون يعني هي انتوما تخدموا عليها. كنبقاو بهذا الشكل. دابا كنجيو لواحد العمليه مهمه وهي كنشيك اون شيك لا غاليت، صافير كنشدو الموس بهذه الطريقه كيكون ماضي، كنبقاو بحال نقطعوا هاد الجوانب هادو باش كتعطينا داك ليفي ديال لا غاليت قبل ما غادي نزينوها. طبعا غادي نوريها لكم عن قرب، كنحل كنقطعوا هذوك الجوانب بالسكين. هاد العمليه يعني كنشيكيو ونشيك لا غاليت. هاد لا غاليت غنخليها تبات ليله كما قلت لكم حتى كتنسج مع العصير مزيان. دابا غادي ندهنها بهاد اصفر بيضة باش تجيني حمراء. عدة طرق باش كنزينو يعني بعد ما دهناها، كاين عدة طرق باش كنزينو لا غاليت. الفرنسيين راهم يعني كيتذكروا العديد من هذا الشيء في المجال ديالهم. غادي كاين جوج طرق ساهلين، يا اما كتجيبوا من الوسط من هنا وكتعملوه على شكل وريده، يا اما كتقسموه الى يعني خطوط وكتوضعوا خطوط يعني طوليه وخطوط جانبيه بهذا الشكل اللي حبيتوا نوضعوها. يعني هنايا مثلا غادي ناخذ هذا الشكل هذا ديال الورده من بعد ان شاء الله غادي نصورها لكم. كنحاول حفروا شويه العجين غير باش يبان الشكل في مع الطياب. هذه راه مازال غتنفخ لانها لا بات فوتي، راه مازال غتنفخ وغتبان لا غاليت. هذا الشكل سهل، كتاخذوا غير من الوسط وكتبقاو تعملوه شكل وريدات. وكاين اللي كيعمل اشكال بزاف كما قلت لكم، راه الناس متخصصين في هذا المجال كيوضعوا يعني اشكال متنوعه. فطيره الملوك هي في الحقيقه هي في الاصل ماشي فطيره الملوك، ولكن هي فطيره كتختص يعني تكريم الخدم كأنهم ملوك. كما كتشوفوا بعد ما زينتها بهذه الطريقة غتشوفوها عن قرب، هذه غنوضعها في الثلاجة ليلة كاملة ونلتقي بعد ما غطيب لنا ان شاء الله. ما خرجناها من الفرن فطرتنا دهناها بقليل من اللاباج بعد ما سخناها شويه باش كيعطيها هذاك اللمعان. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تنساوناش الدعم ولايك.